كل سلاح من الموضوع ده ليه رخصة. لازم يكون ليه رخصة. لازم. لكن انت ما ينفعش يطلع لك رخصة دلوقتي. لا ما ينفعش. داخل الميدان بتستعمل البندقيات اللي موجودة. طب قلت لي قبل الهوا احنا بنلعب اربع انواع. وانت ليك في الاربعة. ما شاء الله. عايز اعرف ايه الاربعة. تمام. في اللعبة الاساسية بتاعتي اللي هي تراب. كويس. ايه هو تراب؟ تمام. بيكون خمس محطات. كويس. كل محطة يا اما يطلع لك يمين او شمال او وش. تضرب تقعد تتنقل ما بين كل محطة. تخلص المحطة الاولى تروح على التانية على التالتة وانت ما تعرفش لو هيطلع لك يمين او شمال او وش. يعني انت وانت والطبق طالع ما تعرفش اتجاهاته. ما تعرفش اتجاهاته. دي عايز صورة رد فعل سريعة جدا. بتتمرن عليها مصطفى الكلام ده؟ بتمرن على تنظم نفس والمنتل. كويس. وبروح الجيم عشان اساعد اشوف فيه شويه عضلات عشان اعرف امسك البندقيه واعرف اتمكن كويس عنها. طب ده التراب. ده واحد. بس ده ثلاث حاجات تانية في الرمايه. تمام. في الالكترو دي اللي انا كسبت فيها البطوله العالم. كويس قوي. دي عباره عن خمس علب. بتكون قدام الرامي على حسب حاجه و30 متر. حاجه و30 متر قدامك. قدامك. كويس. بتطلب الطبق. هو الطبق عامل زي مروحه وفي زي طبق ابيض في النص. كويس. انت لازم تضربه تفصل الابيض عن المروحه. تفصله. كويس. وفي خمس علب. تمام. تطلب بيطلع واحده من الخمسه تطلع ولازم تضربها. عينيك على الخمسه. صعبه جدا الموضوع ده. بس هل. انت يعني ايه بتطلب؟ معلش يعني برضو لازم يعني اتعلم منك. ايه بتطلب؟ بتبص على حاجه مثلا؟ لا بتقول صوت. بتعمل اي صوت. في ناس بتقول بول او كده. صوت ان هو يشغل المكنه ان هي تطلع طبق. تمام. يعني صوتك اللي بيشغل المكنه. قلت لي لما رحت ميدان الرمايه في مدينه مصر الاولمبيه في العاصمه الاداريه حسيت ان انت عندك فخر. قلت لي الميدان ده يعني ميدان مختلف. هو انا عمري ما شفت ميدان زيه وكل حد قال نفس الكلام. يعني من ابعد ناس من ارجنتين من ناس من اسبانيا فرنسا كلهم قالوا نفس الكلام على الميدان ده. هو ميدان يعني ما شفتوش. هو 10 ميادين. وده في الرمايه ده كتير قوي. كتير 10 ده كتير. وفي الاربع العاب بتوع الرمايه. ومتوفر كل حاجه. في لونجز. في في اي بي قعدات في اي بي. في كافيتريات في كل حته. دي مش موجوده عمري ما شفتها وكل حد كان مبهور منها. انا عايز بس اقول للناس حاجه مهمه. احنا لما اتكلمنا على ميدان الرمايه في الاسبوع اللي فات وكان معانا رئيس الاتحاد وقال ان الميدان ده مش موجود النهارده مصطفى اشرف قرن بيؤكد هذا. وبنقول ان مصر على الخريطه العالميه في الرياضه بتتحط في المصاف الاول. فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف ان مصر عندها 10 ميادين للرمايه مش متواجدين. ولسه مدينه مصر الاولمبيه في العاصمه الاداريه هتكون حاجه رقم واحد في العالم.